بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي المعصوم قبل النبوة وبعدها، عن الكبائر والصغائر عمدا وخطأ وسهوا سرا وعلانية ظاهرا وباطنا، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 41 من سلسلة دروس تفسير القرآن الكريم بالكتاب المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل، المعروف بتفسير الخازن للإمام أبي الحسين علاء الدين علي بن محمد الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله، قوله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله. لا يزال الحديث عن بني إسرائيل. ولما جاءهم كتاب من عند الله، يعني القرآن، مصدق لما معهم، يعني التوراة. وهذا التصديق في صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن نبوته وصفته ثابتة في التوراة. وكانوا، يعني اليهود، من قبل، أي من قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يستفتحون، أي يستنصرون به بالنبي عليه الصلاة والسلام. والاستفتاح في اللغة هو الاستنصار. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بصعاليك المهاجرين، يعني بفقراء المهاجرين، كان يستفتح بصعاليك المهاجرين، يعني يستنصر، كان يستنصر بصلاتهم وبدعائهم. فالاستفتاح هو الاستنصار، الاستفتاح طلب الفتح، والفتح هو النصر، كما أن الاستغفار طلب المغفرة، فهنا السين والتاء للطلب، يعني يطلبون الفتح بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي معنا الآن. يستفتحون على الذين كفروا، يعني مشركي العرب، وذلك أنهم كانوا إذا أحزنهم أو أحزبهم أمر ودهمهم عدو، فاجأهم عدو في بلادهم، يقولون: اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذي نجد صفته في التوراة. فكانوا ينصرون، فهذه استغاثة وتوسل منهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، يسألون الله، كانوا يسألون الله بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه استغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام. وربما كان هذا قبل مبعثه أو قبل ميلاده حتى، وكانوا يقولون لأعدائهم من المشركين: قد أظل زمان نبي يخرج بتصديق ما قلنا، فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. إذن هم كانوا ينتظرون مبعث النبي عليه الصلاة والسلام ليبيدوا العرب من حولهم، ولكن المفاجأة كانت أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث من العرب ولم يبعث من بني إسرائيل، لذلك كفروا. هكذا هناك أناس يرفضون الحق إذا جاء
من غيرهم، هم يريدون الحق الذي يأتي من قبلهم. إن جاء الحق من جهة أبي أخي عمي صديقي لا مانع، أما إذا جاء الحق من جهة بعيدة لا، أنا أرفض هذا الحق، أرفضه. هكذا كان بنو إسرائيل لا يقبلون الحق إلا إذا كان من عندهم. فلما جاءهم ما عرفوا، أي الذي عرفوه يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، عرفوا نعته وصفته، هذا مذكور في القرآن، ورأوه واقعا بين يديهم وأنه من غير بني إسرائيل، كفروا به أي جحدوا وأنكروه بغيا وحسدا. حسد العرب، كيف يكون النبي عربيا ونحن كنا نظن أنه سيكون من بني إسرائيل؟ فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم، أي بئس شيء اشتروا به أنفسهم. عندنا بئس وعندنا نعمة، بئس في كلام العرب مستوفية للذم، يعني إذا قلت بئس زيد فكأنك قد قدحته وذممته بأبلغ نعت ووصف. وكذلك عندنا نعمة هي مستوفية للمدح، إذا قلت نعم زيد يعني أنك أنت الآن مدحته مدحا عظيما جليلا. فكلمة نعمة مستوفية للمدح، وبئس كذلك مستوفية للذم. بئس ما اشتروا به أنفسهم، أي بئس شيء اشتروا به أنفسهم حين استبدلوا الباطل بالحق. واشتروا بمعنى باعوا، والمعنى بئس ما باعوا به حظ أنفسهم. حظ أنفسهم أن يكونوا أول المؤمنين، هذا حظهم، ولكن باعوه فكانوا أول الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله يعني القرآن بغيا. لماذا كفروا؟ حسدا، حسد العرب أن كان النبي منهم. قال أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، أي حسدا، أن ينزل الله من فضله يعني الكتاب والنبوة على من يشاء من عباده يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. فباءوا أي فرجعوا، فرجعوا. ذكرنا سابقا أحبابنا أن باء أكثر ما تستعمل في الشر، باء أكثر ما تستعمل في الشر، تقال باء زيد يعني رجع بشر. فلذلك قال القرآن هنا، قال فباءوا أي فرجعوا بشر عظيم، فباءوا بغضب على غضب، أي مع غضب. قال ابن عباس الغضب الأول بتضييعهم التوراة وتبديلها، هذا الغضب الأول لما ضيعوا التوراة وحرفوها وبدلوها وغيروها، والثاني بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل الأول، الغضب الأول بكفرهم بعيسى والإنجيل، والثاني بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. ومر معنا في الفاتحة غير المغضوب عليهم، قلنا هم اليهود الذين باءوا بغضب على غضب. وقيل الأول، الغضب الأول باءوا به، رجعوا به بعبادتهم العجل، بسبب عبادتهم العجل، والثاني بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وللكافرين يعني الجاحدين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الناس كلهم، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو غير يهود ونصارى، كل من جحد بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام
إيه نعم، وللكافرين عذاب مهين، أي يهانون فيه. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، إذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو الصحابة الكرام آمنوا آمنوا بما أنزل الله، يعني بالقرآن، يعني بالقرآن، وقيل بكل ما أنزل الله، يعني بالإنجيل بعد التوراة وقبل القرآن. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا، وهم كاذبون بهذا القول، قالوا نؤمن بما أنزل علينا. وسبق نعتهم بأنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، وهم الآن يدعون أنهم يؤمنون بكل ما أنزل عليهم، وهم بذلك كذب وقد فضحهم القرآن. قالوا نؤمن بما أنزل علينا، يعني التوراة، وما أنزل على أنبيائهم، ويكفرون بما وراءه، أي بما سواه من الكتب، وقيل بما بعده، يعني الإنجيل والقرآن. قال وهو، يعني القرآن، وهو الحق، يعني القرآن، مصدقا لما معهم، يعني التوراة. فالقرآن الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كل ما فيه هو مصدق لما في التوراة ولما في الإنجيل من أوصاف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قل يا محمد، إذن هم الآن، هم الآن يدعون أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، فكان الآن الخطاب لهم، قل يا محمد إن كنتم تؤمنون بما أنزل الله عليكم فلما تقتلون أنبياء الله من قبل. لاحظ كيف رد الله عز وجل عليهم، هذا رد من الله في قولهم إنهم آمنوا بما أنزل عليهم، أي نعم، وتكذيب من الله لهم وتوبيخ وتقريع. قل يا محمد فلما تقتلون أنبياء الله من قبل، إنما أضاف القتل للمخاطبين من اليهود، وإن كان سلفهم قتلوا يعني كان القاتلين هم آباؤهم أجدادهم، لماذا أضاف القتل إليهم؟ قال لأنهم رضوا بفعلهم، رضوا بفعلهم. وجاء في الحديث، جاء في الحديث أنه من شهد معصية أو منكرا فأنكرها كان كأن لم يشهدها، ومن غاب عن معصية فعلم بها فرضيها كان كمن شهدها. تمام أحبابنا؟ وكذلك هم ما كانوا موجودين ولكنهم رضوا بذلك المنكر، فلذلك خاطبهم على أنهم هم القتلة. قيل إذا عملت المعصية في الأرض، هذا حديث، هذا حديث، إذا عملت المعصية في الأرض فمن كرهها وأنكرها برئ منها، ومن رضيها كان من أهلها. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا إذا ما رأينا منكرا وعجزنا عن تبديله وتغييره وتحويله أن نقول اللهم هذا منكر لا نرضى به، وذلك وقال وذلك أضعف الإيمان. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، أي بالتوراة، وقد نهيتم فيها في التوراة عن قتل الأنبياء، يعني إن كنتم معتقدين الإيمان، إن كنتم معتقدين الإيمان فلماذا رضيتم بقتل الأنبياء؟
هذه هناك منافاة بين الإيمان وبين الرضا بقتل الأنبياء. الله، قوله عز وجل: ولقد جاءكم موسى بالبينات، أي بالدلالات الواضحة والمعجزات الباهرة، وهي العصا والسنون واليد والدم والطوفان والجراد والقمل والضفادع وفلق البحر. وسيأتي معنا الحديث عنها مفصلا في سورة الأعراف إن شاء الله. ولقد جاءكم موسى بالبينات، لاحظ، ثم اتخذتم العجل من بعده. يعني انظر التعبير الإلهي أحبابنا، قال ولقد جاءكم موسى بالبينات، ما قال واتخذتم العجل، وإنما قال ثم اتخذتم العجل. ثم هذه ماذا تفيد أحبابنا؟ ثم تفيد التراخي، تفيد التراخي. نعم، فأراد الباري عز وجل أن يضاعف توبيخهم بأن ثم هذه تفيد التراخي، فالإتيان بها هنا أبلغ من الإتيان بالواو. ليه؟ يعني اتخاذهم للعجل، يعني إن اتخاذهم للعجل إنما كان بعد مجيء هذه المعجزات، وبعد النظر فيها، وبعد التأمل فيها، وعلموا أنها حق وأنها صدق، ثم بعد ذلك اتخذوا ذلك العجل. فإذا العناد أو الكفر متى يكون أشد إنكارا؟ إذا كان بعد مطالعة المعجزة، وبعد مطالعة الأدلة الواضحة على صدق هذا الرسول. إذا قال ثم اتخذتم، ما قال واتخذتم، ثم اتخذتم العجل من بعده، أي من بعد موسى لما ذهب إلى الميقات، وأنتم ظالمون. إنما كرره وأنتم ظالمون تبكيتا لهم وتأكيدا للحجة عليهم. وقد مرت هذه القصة يعني في من تقريبا من درسين أو ثلاثة أو أربعة. وإذ أخذنا ميثاقكم، قلنا الميثاق ما هو؟ العهد المؤكد بالأيمان وغيرها، هذا هو الميثاق. ورفعنا فوقكم الطور، وتحدثنا مرة معنا الآيات المتحدثة عن رفع الطور. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا، لا، وادخلوا الباب سجدا، وادخلوا الباب سجدا. ورفعنا فوقكم الطور، وقلنا ادخلوا، نسيت الآية، سبحان الله. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، وإذ قلنا ادخلوا فكلوا منها حيث شئتم رغدا، وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. سبحان الله. قال وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. إيش يعني واسمعوا؟ لاحظ، قال أي استجيبوا وأطيعوا، أي فيما أمرتم به. أراد أن الأمر بالسمع هنا ليس أمرا بإدراك القول فقط، بل هو أمر بالعمل والالتزام. قال ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قال أي استجيبوا. أراد أن يفسر الاستماع هنا بالاستجابة والطاعة، ومنه قولنا في الصلاة سمع الله لمن حمده. يعني إيش سمع الله لمن حمده؟ يعني قبل الله حمد من حمده. فهنا سمع بمعنى قبل، وكذلك هنا
اسمعوا أي استجيبوا، وأطيعوا أي فيما أمرتم به. قالوا سمعنا يعني قولك، وعصينا يعني أمرك. هل قالوا بألسنتهم سمعنا وعصينا؟ هذا فيه خلاف. من العلماء من قال نعم، قالوا بألسنتهم سمعنا وأطعنا، منهم من قال لا، قالوا سمعنا بألسنتهم وقالوا عصينا بأفعالهم. فهم أظهروا الإيمان بألسنتهم وأعرضوا عن الامتثال والالتزام بجوارحهم، فقالوا سمعنا بألسنتهم وقالوا عصينا بأفعالهم. لاحظ، وقيل إنهم لم يقولوا بألسنتهم، ولكن لما سمعوه وتلقوه تلقوه بالعصيان فنسب ذلك إليهم، وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم، أي تداخل حبه حب العجل في قلوبهم، أي تداخل حبه في قلوبهم والحرص على عبادته، كما يتداخل الصبغ أو الصبغ في الثوب. وقيل إن موسى أمر أن يبرد العجل حتى صار كالطحين، أمر أن يبرد العجل ويذرى في النهر، وأمرهم أن يشربوا منه، أمرهم أن يشربوا من هذا النهر. فمن بقي في قلبه شيء من حب العجل ظهر سحالة الذهب على شاربه، على شفتيه، فكان هذا علامة يميز فيها من خرج حب العجل من قلبه من بين من بقي حب العجل في قلبه. فمن كان في قلبه بقية باقية من تعلق لعبادة العجل ظهرت الذهب على شفتيه وشاربيه. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، أي بأن تعبدوا العجل، والمعنى بئس الإيمان إيمان يأمر بعبادة العجل إن كنتم مؤمنين، أي بزعمكم. وذلك أنهم قالوا نؤمن بما أنزل علينا، فكذبهم الله تعالى بذلك في قوله قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا. وذلك أن اليهود ادعوا دعاوى باطلة، منها قولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. جيد، أنتم تقولون هذا، إن كنتم صادقين في هذه المقالة لماذا لا تتمنون الموت؟ لاحظ، وقولهم كذلك نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني فريتان افتروهما على الله عز وجل. فكذبهم الله وألزمهم الحجة، فقال قل يا محمد لليهود إن كانت لكم الدار الآخرة يعني الجنة خالصة لكم دون الناس، لن يدخل الجنة إلا اليهود وباقي الناس من نصارى ومسلمين ومجوس وغير ذلك، كلهم يدخلون نار جهنم. إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة من دون الناس الجنة، إيه؟ فتمنوا الموت، أي فاطلبوه واسألوه، لأن من علم أن الجنة مأواه وأنها له حن إليها، ولا سبيل إلى دخولها إلا بعد الموت، فاستعجلوه إذن بالتمني، استعجلوا الموت بالتمني إن كنتم صادقين، أي في قولكم ودعواكم. روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو تمنوا الموت لغص كل إنسان بريقه، يعني مات بريقه،
وما بقي على وجه الأرض يهودي إلا مات، ليتهم تمنوا الموت. قال الله تعالى: ولن يتمنوه أبدا. هذا تحدي، يعني قوله، قول النبي عليه الصلاة والسلام القرآن ولن يتمنوه أبدا، هذا دليل واضح على أن القرآن من عند الله، وعلى أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم نبي مرسل. ولو واحد منهم فقط تمنى الموت لظهر كذب القرآن، ولثبت أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس برسول. ولكن ما تجرأ يهودي، ما تجرأ يهودي أن يتمنى الموت؟ أن القرآن ماذا قال؟ قال ولن يتمنوه، لاحظ، أبدا. ولن يتمنوه، أي لعلمهم أنهم في دعواهم كاذبون. هذه نظيرها نظير قول تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. فأبو لهب نزل فيه القرآن على أنه من أهل النار، فلو أنه آمن على فرض، لا، لو أظهر الإيمان وأبطن الكفر، لو أظهره إظهارا وأبطن الكفر لا ثبت بذلك أن القرآن ليس من عند الله عز وجل. ولكن لما هلك أبو لهب على كفره علمنا يقينا بأن القرآن كتاب من عند الله، وأن سيدنا المعصوم محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. لاحظ: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. الباء هذه إيش؟ سببية، يعني بسبب ما قدمت. قد يقول قائل: ولن يتمنوه أبدا. التمني، التمني ما هو؟ عمل قلبي. التمني عمل قلبي. وما أدرانا نحن بأنهم لم يتمنوا الموت بقلوبهم. قالوا في الجواب عن ذلك، قال: ما يتمنى متمن في قلبه أمنية إلا وأفصح بها على لسانه، إلا ونطق بها، إلا ونطق بها. فلو تم أجروه على قلوبهم لأجروه على ألسنتهم. بل إجراء الأمنية على ألسنتهم، إيه نعم، كان أحرى وكان أدعى لهم، وكان يعني أقوى بالنسبة لهم لإظهار مخالفة القرآن بما قدمت أيديهم، يعني من الأعمال السيئة. وإنما أضاف العمل إلى اليد، لأن أكثر الجنايات، لأن أكثر جنايات الإنسان تكون من يده، أكثر الجنايات اليد واللسان، اليد واللسان. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم، والله عليم بالظالمين. فيه تخويف وتهديد لهم، وإنما خصهم بالظلم، لأن الظلم أعم من الكفر، لأن كل كافر ظالم حيث وضع العبادة في غير موضعها. وهذا هو تعريف الظلم، الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فلما وضع العبادة في غير موضعها فقد ظلم، ولما وضع نفسه في النار ومن حق نفسه أن توجد في الجنة فقد ظلمها أيضا، فلما فعل المعصية ومن حق نفسه أن تفعل الطاعة فقد ظلم نفسه. هذا هو الظلم. قال: لأن كل كافر ظالم، وليس كل ظالم كافرا. فلهذا كان الظلم يعني أعم من الكفر، وكانوا أولى به بالظلم. قال: والله عليم بالظالمين. ثم قال: ولتجدنهم. قال: اللام هنا لام القسم، ولتجدنهم، والنون للتوكيد. لاحظ كيف أكد هذا الكلام الباري سبحانه وتعالى تقديره: والله
لتجدنهم يا محمد، يعني اليهود أحرص الناس على حياة، أي حياة متطاولة، والحرص أشد الطلب. تجد الواحد من اليهود يبحث عن أسباب السلامة ويلتزمها طلبا لطول البقاء مع العافية. قال لتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. هلا هنا لاحظ، قيل هو متصل بما قبله، يعني قوله تعالى ومن الذين أشركوا متصل بما قبله، يعني ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، هنا في وقوف، هنا تم المعنى. لذلك القرآن أظن إذا فتحنا القرآن الآن نجد فوق أشركوا هنا جيم، والله أعلم هكذا يعني ينبغي أن تكون موضوعة. هذا القرآن عندنا، الله، ولتجدنه سبحانك، نعم ها سبحان الله، ومن الذين أشركوا وضعوا إيش جيم، يعني تم المعنى هنا الآن. ولكن قيل أيضا بأن الواو ومن الذين أشركوا، قيل الوقف يتم عند قوله ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ثم ومن الذين أشركوا، قال واو استئنافية، يوجد من عرب الواو على أنها استئنافية، ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. فإذا كلاهما صواب، قيل هو متصل بما قبله ومعطوفا عليه. والمعنى وأحرص من الذين أشركوا، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة وأحرص من الذين أشركوا أيضا. لاحظ الطامة الكبرى، المشرك لا يؤمن بالبعث بعد الموت، فالذي ينبغي أن لا يكون على وجه الأرض أحد أحرص على البقاء على الأرض والحياة من المشرك، هم الذين ينبغي أن يكونوا أحرص الناس على طول البقاء، لأنهم لا يعتقدون بالبعث بعد الموت. فإذا كان من يعتقد بالبعث بعد الموت أحرص من المشرك على البقاء، كان هذا نهاية الذم والتوبيخ والتقريع في حقهم. لاحظ، قال والمعنى وأحرص من الذين أشركوا، فإن قلت الذين أشركوا قد دخلوا تحت الناس في قوله أحرص الناس، فلما أفردهم بالذكر؟ قلت أفردهم بالذكر لشدة حرصهم، لشدة حرص المشركين على البقاء، وفيه توبيخ عظيم لليهود، لأن الذين لا يؤمنون بالمعاد وهم المشركون الكفار ولا يعرفون إلا الحياة الدنيا، لا يستبعد حرصهم عليها على الدنيا، بل هذا شأنهم. فإذا زاد عليهم في الحرص من له كتاب وهو مقر بالبعث والجزاء، كان حقيقا بالتوبيخ العظيم. انتهى الكلام، الآن كلام جديد. وقيل إن الواو التي بعد التي قبل ومن الذين، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، إيه؟ ومن الذين أشركوا. وقيل إن الواو واو استئناف، تقديره ومن الذين أشركوا أناس يود أحدهم، وهم المجوس، سموا مجوسا لأنهم يقولون بالنور والظلمة، يود أن يتمنى أحدهم لو يعمر ألف سنة، أن يبقى ألف سنة، أي تعمير ألف سنة. وإنما خص الألف
لأنها نهاية العقود. كان أكبر رقم يعرفه العرب في ذاك الزمان هو الألف، لذلك كانوا يقولون ألف ألف، ما عندهم مليون. احنا ما شاء الله عندنا ألف، عندنا مليون، عندنا إيش مليار، وعندنا تريليون، ما بنعرف ماذا سيأتي في قادم الأيام. قال لأنها نهاية العقود، قال ولأنها تحية المجوس فيما بينهم، يعني إذا أراد المجوسي أن يحيي مجوسيا يدعو له بطول العمر ألف سنة. يقولون زه، كيف تقرأ هي يا عبد الله؟ كيف تقرأ هاي؟ تعرف؟ لا أعرف هذه الكلمة. لا زه هز إرسال زايها و هزار سول. كيف؟ زه هزار سول، ألف ألف سنة يعني. أيوة تمام تمام، انتظر انتظر انتظر. زه إيه هزار؟ هزار نعم، هزار يعني ألف. أيوة تمام تمام، الله يرضى عليك. هزار سال، أيوة هزار يعني ألف. اكتب عندها على الهامشة، جيد أحسنت. ما اسمك أنت عبد الملك؟ نعم أيوة سيدي. من أي البقاع أنت؟ من طاجكستان. أهلا وسهلا. إذا هزار يعني ألف، جميل. هي زه هزار سال يعني عش ألف سنة. هزار في اللغة العربية نوع أنواع الطيور، طائر جميل. هزار في العربية اسم لطائر. إذن ولأنها تحية المجوس فيما بينهم يقولون زه هزار سال. يا سلام، تعلمنا الآن كلمة يعني فارسية، حفظتها؟ شو هي؟ ما هي زه هزار سال؟ زه هزار سنة، أي عش ألف سنة، أو ألف نيروز، أو ألف مهرجان. فهذه تحيتهم، والمعنى أن اليهود أحرص من المجوس الذين يقولون ذلك. قال وما هو بمزحزحه، أي بمباعده. يعني هذه الأمنية أو هذا الحرص مهما عاش، تو عاش ألف سنة، هل هذه المدة المديدة من العمر ستقيه من عذاب النار؟ أبدا. ما هي النهاية؟ نار جهنم والعياذ بالله. وما هو بمزحزحه، أي بمباعده من العذاب، أي النار. أن يعمر، أي لو عمر طول عمره لا ينقذه من العذاب. والله بصير بما يعملون، أي لا يخفى عليه خافية من أحوالهم. قوله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل، قال ابن عباس سبب نزول هذه الآية أن عبد الله بن صوريا حبر من أحبار اليهود، قال للنبي صلى الله عليه وسلم أي ملك يأتيك من السماء؟ قال جبريل. قال ذلك عدونا. أفليه، ولو كان ميكائيل لآمنا بك. إن جبريل ينزل بالعذاب والشدة والخسف، وإنه عادانا مرارا، جعل عداوات بيننا وبينه. لاحظ، جبريل هو الذي فعل العداوات، أما هم أبرياء، هم ما فعلوا شيئا يستوجب العبادة. إيه نعم، مثل إنسان العفو يستوجب العقاب والعداوة، مثل إنسان مثلا يذهب يشتكي على زيد، يقول فلان ضربني، إيه تعال يا زيد، لماذا ضربته؟ أنا ضربته، أنا ما ضربته إلا بعدما سبني وشتمني وشق ثيابي وسرق نقودي وفعل 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 ثم ضربته. هو قال ضربني، نعم صحيح ضربته، ولكن بعد ماذا؟ بعدما فعل مئة شيء يستوجب أن أضربه. فهؤلاء ماذا يقولون؟ قال وإنه عادانا مرارا، وأشد ذلك علينا أن الله عز وجل أنزل على نبينا أن بيت المقدس، لاحظ قديش متذكرين
ماذا فعل جبريل بهم عليه السلام؟ لاحظ الله أن الله أنزل على نبينا أن بيت المقدس سيخرب أو سيخرب على يد رجل يقال له بختنصر. فلما كان زمنه، لما كان زمن بختنصر وكان ما زال صغير ولد، بعثنا من يقتله، يبحث عنه ليقتله كي لا يخرب بيت المقدس وكي لا يقتل اليهود. قال فلقيه ذلك المبعوث، لقي بختنصر ببابل غلاما مسكينا، كان طفل صغير، فأخذه ليقتله، فدفع عنه جبريل، منعه من أن يقتله، وقال جبريل إن كان الله أمره بهلاككم فلن تسلط عليه، وإن لم يكن وإن لم يكن هو فعلى أي حق تقتله؟ فلما كبر ذلك الغلام وقوي غزانا وخرب بيت المقدس، فلهذا نتخذه، يعني نتخذ جبرائيل عدوا. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقيل قالوا إن الله أمره، إن الله أمر جبريل أن يجعل النبوة فينا فجعلها في غيرنا فاتخذناه عدوا، افتراءات. وهذا ديدنهم، هذا ديدنهم إلى يومنا هذا. وقيل إن عمر بن الخطاب كان له أرض بأعلى المدينة، وكان ممره إليها على مدارس اليهود، مدارس يعني لعل المدارس نفس المدارس يعني تدرس فيها العبادات، والله أعلم، يعني فيها تعليم، أو المراد شيء آخر، قد يكون المراد فيها الأماكن التي يعني تجمع فيها الحبوب غير ذلك، على مدارس، أظن مدارس جمع مدرسة، والله أعلم. فكان يجلس إليهم ويسمع كلامهم، فقالوا يوما، وقد طمعوا يعني بردته إلى دينهم، فقالوا يوما ما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلينا منك، وإنا لنطمع فيك، نحن نطمع أن تدخل في ديننا. فقال عمر والله ما آتيكم لحبكم ولا أسألكم لأني شاك في ديني، وإنما أدخل عليكم لأزداد بصيرة في أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأرى آثاره في كتابكم. فقالوا من صاحب محمد؟ من الملك الذي ينزل عليه، الذي يأتيه من الملائكة؟ قال عمر يعني جبريل، قالوا ذلك عدونا يطلع محمدا على سرنا، وهو يعني جبريل صاحب كل عذاب وخسف وشدة، وإن ميكائيل يجيء بالخصب والسلام والسلامة. فقال لهم تعرفون جبريل وتنكرون محمدا صلى الله عليه وسلم، ما هذه يعني المفارقة العجيبة؟ قالوا نعم. قال فأخبروني عن منزلة جبريل وميكائيل من الله تعالى. قالوا جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره، وميكائيل عدو لجبريل. لاحظ ماذا كان الجواب من الفاروق عمر رضي الله عنه. فقال عمر أشهد أن من كان عدوا لأحدهما كان عدوا للآخر. من كان عدوا لجبريل هو عدو لميكائيل، من كان عدوا لميكائيل كان عدوا لجبريل، ومن كان عدوا لهما كان عدوا لله. قال ثم رجع عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد جبريل قد سبقه بالوحي، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات وقال لقد وافقك ربك يا عمر. فقال عمر والله لقد رأيتني بعد ذلك في ديني أصلب من الحجر. والأقرب أن سبب هذه العداوة كون جبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، لأن قوله فإنه نزله على قلبك
مشعر بذلك. وقوله فإنه نزله، يعني جبريل نزل بالقرآن كناية عن غير مذكور، يعني هو لم يأتي ذكر للقرآن، ولكن هذا الضمير فإنه نزله، الضمير هذا راجع يعني إلى غير مذكور، وهذا الغير مذكور القرآن، والأصل أن الضمير لا يرجع إلا إلى مذكور. قال إذا قال نزل بالقرآن كناية أو كناية عن غير مذكور، فإنه نزله على قلبك يا محمد. وإنما خص القلب بالذكر لأن القلب محل الحفظ، على قلبك بإذن الله أي بأمره، مصدقا أي موافقا لما بين يديه أي لما قبله من الكتب، وهدى وبشرى للمؤمنين أي في القرآن هداية للمؤمنين إلى الأعمال الصالحة التي يترتب عليها الثواب، وبشرى لهم بثوابها إذا أتوا بها. ثم قال الله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.